بخير أبوي، أنا ما بخير. تلبيس ظهر، هذا يوز وهذا ما يوز، وهذا زين وهذا شين، وهذا عدل وهذا مايل، وهذا يصلح وهذا ما يصلح. يا ربي يا هي شغلة، يا هي شغلة. عندوك شوف انت، شوف الكنز، شوف الكنز. هذا روحه كنز، هذا كنز، هذا كنز، هذا روحه. شوف العريف، شوف يا ربي، هذا كنز. شفتوا الكنز؟ هذا كنز، هذا جواهر لال نهرو. كأنك مبطل عن قوطي ما كنتوش. هي والله يا ربي يا هند لاغات، يا هند لاغات عليك يا ابو محمد. شوي بيت سيخوز هالبطين، والله ما حد شراتك البطين هذا. البطين ابوي، هذا البطين ما بيخوز براحه. هذا ابوي تراكمات من مليون سنه، لا تم غنغون اسمك، ولا تم راس هامون، ولا تمت قناصه، ولا تم شيء ابوي، ما تم شيء. شو تم في الدنيا ما لا يمت في هالبطن؟ وين بيخوز يا ابو محمد؟ ما زل الالوان، وين بيخوز؟ وين بيخوز؟ وين بيخوز؟ طال عمرك ما بيخوز. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. هذه لبسة ابو محمد اليوم، هذه لبسة ابو محمد، هذه لبسة ابو محمد. حمار مرة دانجرس، زين حمار دانجرس رقم واحد. وهذا الجاكيت بعد فيه خط شوية حمر منيها، وعلم على هذا. هاي اللبسة طلعت حماركم اليوم. وهذا بو قطو، كنا دلاغ بو قطو يسمونه. دلاغ بو قطو. اي والله يا ابو محمد، انت روحك فيلم، روحك فيلم بلاد بلاد. في ذمكم يوم تصير احد من صباح الله خير يشاهد هالوجه الطيب، ما يقول الحمد لله رب العالمين ان الله حيالنا هالبنادم اللي يفرع عن خواطرنا ويمسنا ويضحك ويسولف. ان حد من العربي بش من يشوفني، وحد من العربي غدي وجهك انه مقفاه. نعم يغدي وجهك انه مقفاه، حرام يغدي وجهه غير المغضوب عليه ولا الضالين. من يفتح التليفون ويشوف وجهي ينينون. الله اكبر، وموت يا الحاسد بغيظك، ومن الوزه طرطر ثيابك. هو حرام يني ما ودي افارج هالزراعه، يني اشوفهن اكثر ما اشوف عيالي، اشوف زراعتي اكثر من شوفي لعيالي واحفادي بعد ابل عيالي. اي والله سبحان الله، شيف الله جعل حب هالزراعه في قلبي. قبل ما اسافر افحصن فحص، وعقب ما اي قبل ما ادخل واسلم ووي عيالي ادخل داخل الحديقه واتمشى في الحويه في الزراعه واتفقد وعندك ودونك لين يطيب خاطري. عقب اسير لهم البدوه لمنو؟ للزراعه. الزراعه هي اللي مبدايه حتى على عمري وعلى عز الناس. هي والله كم ربكم خلقكم، شفتوا ادمي هالنمون؟ هذا انا، هذا انا سبحان الله. بنادم الله جاعل حب الزراعه في قلبه يعشقها عشق، هذا انا. يا ربي شوف البرتقال ما وردي حات تحت امهاته، وين اللي ياكل؟ ما حد قيس الا ما تعب عمرك يا ابو محمد. ماشي اكيله اكيله، ماشي اكيله، اوادم تاكل ماشي. كم بياكلون؟ كم بتاكل العرب؟ كم بياكلون؟ بياكلون حبه حبتين ثلاثه، ما ترون تاكل. ها دوك نشوف السنطره، يا ربي يا السنطر، يا السنطر مكثره، يا السنطر مكثره. سبحانك يا رب، دنيا مريوده رياد. الله زد وبارك يا رب العالمين، تطرح البركه في حلال وحلال المسلمين اجمعين يا رب العالمين، وتبارك في كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هي والله صلاح يتهندق، تعال 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 تعال. وانا ابدا حطيت اذن طين واذن عين، سجد الزراعه. هو يطير ويوجع هناك، بي 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 كعا 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 كعا. تعال بعد كعال، بسم الله ما شاء الله.
الله تبارك الرحمن. هذا عاد الحين يصير يزهر وثمرة العام تامة مكانها. الحين عاد هذا موسم بيطيح بيتكود مرة واحدة في خلال الأسبوعين الجايات. هذا موسمه البرتقال موردي، ها ابتدى الحين يبشر وبيتلبق الشيرة كلها زهر الحين هذا في خلال أسبوعين الجايات إن شاء الله. ولكم عين أنت شو بيسبق. سلكم تعال ياي هيا يتنا بأمسات سخيلة ولدت ويابت سخلتين، وحدة صاحية وحدة معوقة. شوف ايش قايل، شوف تعال هاي الأركي الأركا ها تعال حديد من جدام ما تمشي بس اللي ها شوفوا بس هالنمون يدهم يديهم حيسات بس تعتمد على الريول واليدين. شوفوا سبحان الله لا إله إلا الله. بس خلي تحت خلي تحت لركي لركا لركي سخيلة خلها خلها تعي سخيلو يا سخيلو سخيلو يا سخيلو تعي تعي حليلة 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 يا حليلة تعالي سخيلو يا سخيلو يا سخيل بعد ها يلا كان حد هين الله 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 سخيلو يا سخيلو حليله حليله يديها معكفات سبحان الله من بشرات هاي يعني بهبة معوقة يعني ما أعرف شو يسمونها يعني هي نمونة تها نمونة سخيل حليل حليل شو حليل 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 طار سخيلو يا سخيلو حلي كم عمرها حينه؟ هذا في 15 يوم 15 يوم أخوها صاحي معاها تيس هي تيس ريال معاها هذا؟ هي واحد بس ماما يجيب واحد ولا اثنين؟ ماما يجيب واحد ولا اثنين؟ اثنين لركي لركا؟ اثنين لركي الحمد لله زين حليلها يو عناية عناية عليكم السلام صباح النور يلا المطار 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 ابو ظبي مطار جديد شو 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 حليلها حليلها والله في الليل زياده مشكله ليش ودي سياره داخل مزرعه هي وداخل الرمل يعلك ما دو حالف لي ينطحني لك بيش والله لا بيع لك بيش اكسر اصابيع لك بيش هيا 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 شو هذا ايوه ماشاء الله حليل كلا لولي الكنا باتشي غاو باتشي من هدا يا داتا غو باتشي من هدا يا داتا وشاهي قادرا باكشاتا وليلا دي لدي ليلا دي ليلا دي لدي ليلا دي غو باتشي من هدا يا داتا وشاهي قادرا باكشاتا ليلو للكنا باچی گاو باچی من خدا یاد آتا گو لاڑے لے لڑے سامان سيارة سيارة انا ركبت يا ثانك يو ثانك يو شو سوينا تصويت هذا داخل نفر يقول اوكي ولا ما يقول اوكي ها شو يقول يجي 97 كل يقول ما في مشكلة يسوي زيادة انت يجي زيرو أنا لا أنا يجي ثلاثة نفر يقولوا ما يستاهل ليش بابا أنت تكلم هذا شكل أنت تكلم بايريت هذا شكل كلش يقول هذا نمونة ليش أنت بايكلم هو أنت تكلم هذا شكل لا أنا يقول هذا أوكي ولا هذا كلش نفر يسوي هذا نمونة هي والله غرب الله كلش نفر يحبيته او كل نفرات مبروك هي والله اي نفر يمشي هني شامبي مبروك مبروك ماش والله
ايه كان شوف الحين هذا معاش اوكي ماشي مشكله زياده 300 لكن انت يرجع سيم شغل اول بعدين خلاص 1000 لا ما ايش على بابا اي هذا جارنتي شاهد شاهد 100% ايوه بابا يجي سيم او قبل شغل بعدين 1000 درهم بابا ها زين يعني قبل هذا واحد شهر وقبل سيم شغل 1000 درهم هي. اذا هذا شغل زين هي. هاتي 2000 درهم بس خلاص جارنتي خلاص توكل على الله جميع الحطبان ها امس وقنا 3 شحنات وين باقي برا وهناك سويته ايه 3 شحنات الحطبان مكوده الاول الناس تدور الحطب اتفق وح... ليه شويه هو ما يركب ما يخسني رد يجيب شحن هذا لين عينه شحن هذا لين وهذا بعد هذا كود هني فوق وتحت قطعوه سووا ترتيب انت في مسؤول قل هو الله احد اي بسم الله الرحمن الرحيم شو تسوي الحين انت الرجال ابوي ما طرش رساله لنا مليون رساله شيء طالعيني عاده مليون رساله جت لك ما رمت اقراهن الحين وانا مسافر في الطياره المسافه 3 ساعات ونص ظني طول الدرب اجلس اقرا الرسائل بعد بشيركم هدى الباحه خطبه ما اقول زين خلاص 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 ما حد خطبها ما حد خطبها هي والله ما ترى مو خطبه انا قاعد شو اقول عيال احنا هذا الشغل بيننا وبين الريال خليه يطرش رقمك لا يطرش السي في ماله ما يشتغل ما يشتغل يمكن هو ما بطالي ما شيء شغل ولا ضمنه ها؟ قاعد تتكلم في الريال ومو ضايفه ما ضفتك بوبل كل حد يرمسني انا اضيفه لا بس حشيم الريال ما علي حتى لو حشيم على العين فوق الراس الحين ضيفه لا انطلع ان الريال صادق انطلع الريال صادق بنضيفه شو بلاك انت شو تبى اسد انت كان سمع انت تسلم انت زاقر اسد حق يسلم علي انا انت انتوكم ترى هذا الحين جاي لجل شو بيسلم علي وانا ومن جيت حتى لاحبني ولا سلم ولا ويا بعد تجرب الحين شفتوا حبني شفتوا كلمني زين اخ عليك انت سلاح ما تسبح ما تسبح يا بسافر انت سبحان الله كلام اها انا بسير اليوم شو بالايام لحق لحق الاثنين ثلاثة الأربعة الخميس لحق اليوم الاثنين ثلاثة الأربعة الخميس بين شيخ أبو ظبي شيخ عادي زين بتيني بيت وهبيان لا بيها بيها عبد الله عبد الله بابا بس عبد الله في بنياس لا ما بيها في شو أدري بنياس هني ما بدي لا ليش في عادي هني ما هنا تعال هني روح هني بعد هدى هني شو دي شعبيه هدى بسم الله بلاج ممدين شو بلاج من المشي شو مشي ما مشينا وايد من المشي ما بضاري على الرياضة ان شاء الله يوم بيتيكم الو ابوي ترى هدى بيتيكم مصارينج شو بلاهن هاي بسم الله عليك ما تشوف ان شاء الله نعم اي بتيكم ابوي هدى بارجين كانك وزير الصحه الحين قاعد تقول حتجيكم كعب اي نعم كلهم يعرفونك انت شفتي البارحه انت شفتي البارحه الناس كيف تعبلت منك كل اللي يشوفك يضحك ويسلم عليك كل الناس فرحانه اي فلذلك الحين بتصيري لهم مثل ما شفتيهم في المهرجان بتشوفين في المستشفيات وين ما تصير زين ترى بتيكم سووا لها عمليه. اي عمليه؟ ما ادري شو تبين؟ تبى المراره، كان فيها مراره شلوها، كان فيها ببطين شلوها، كان فيها كان فيها فيها متشله شلوا شلاها، ها؟ بكره حنشوف برجيك كيف. بيشلون كل اللي تبينه. اي شيء تبينه بيشلونه عنك. قولي الله الله فيها بنتنا العزيزه الغالي هدى. عطوها.
بتيكم ابوي هدى من تيكم تعبلوا منها. هاي اليوم هذا ريوقي انا روبه 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 وصح روب ها روب المريخات يا عدد من انت الحين كل يوم صبح مساء. المهم زين شفتي البارحه شو عشايل في الليل؟ روبه هي روبه بيدام. المهم فهمتي الحين تسيري لهم تخبريهم شو بلاك تطلبين المدير قولي انا هدى اطلب المدير هي نعم عم منو بتطلبي منو بيعطيهم الا مر عالجوها ادق على المدير ما اعرف رقم المدير ولا ما اعرف رقم المدير انت ما تسيرين هناك قولي لهم اعطوني المدير خبروا المدير قولوا له هدى لازم المدير يجيب لي الشنطه يقول لي انت عارفين اي اكو دواء مش بيزه بابا متى الحين اقول له وين بتسيرون دبي بس انت بيت تبون لا جوي بابا على كيف كيف بابا كيف مانا حبيبي موجود داخل السياره شو طبعا مريم مريم وين؟ هو أنس زي ما شيء مشكلة أيوه زين ليش زعلان؟ بصير تبين اليوم؟ أدري اليوم بصير ولا باكر؟ إيه بابا هي تتغدى إيه ولا عمي أنا أتمنى له تعالي تمنيها ليش عمي؟ تعالي الطرف هذا حتى تطلعي من أنا في التصوير دار هناكي شو الحين شو تبي الحين؟ مريم له كيف يعني؟ بيقول ما يلوه أنا زين أنت شو تبي؟ مريم لا تعال مريم قالت لك تعال إيه؟ بس عند قوم مريم إيه؟ دبي إيه؟ بتودي هدى وياك لا تبي هدى انا هدى هدى شوي 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 بس يتونسك حبيبي لا شوي شوي ما له حرام ما له انت شو تبي الحين شوي مريم تتغدى هناك لا اقول لك ايدي ايدي عذر بتصير دبي وبترد قبل الغداء ودوه هنا بابا حبيبي هذا سيارة ما في طيارة إذا روح أي دقيقة بابا ودوه هنا بابا غدا قول مريم أما دوه هنا ما يدوه دوه شين الدوه ويا شين الدوه شو يقولوا يا أمي شيء عندك سلك من دا السنة شو ما لا رجل لا رجل رايحة معاك أنا تعبانة صلاح ما بارك حق هدى البحبح. يلا يلا الحناري عمي البحواح خطبها من العين هلا ولا يا ربي خلاص خطوبه هاي انا مو مخطوبه خطبت خطبت من عندي خطبت من عندك جدك بابك لا تليفون لا اللي يبغاك انا اجي لك بابك لا ما بنا الحين اول شيء نقول تعال نحدد موعد وبين خلاص فضحتيني الحين ليش شو قلنا الحين لا قول مبروك عافيه كل حد عرس وتجلس الا سامان ديقه لازم ابوي اشاهد منك العربوي كل عرست وانت جلس اذا عرس انا كل من حد يعرس ها اذا عرس حيعرس ما شاء الله بتعرسين ليش لا الله يجيب لك ان شاء الله ولد الحلال امس واحد ابوي خطبها من عندي وانا وافق طرش صورته والله فنان بشوارب اغلاق خشم من عود والله العظيم الله والله جميل مش ممشين يمكن على ظني عمره يمكن 38 32 37 يمكن 40 والله ما ادري واحد عطريس غليظ هذا غليظ والله تستزرقينه ما سمحت لا تتكلم على رايلي هاي الله يبارك ان شاء الله يا هدى ما يطير حال حال ليش افضلها كله ليش خلاص الريل راح لا لا ما بيروح هذا هو نداء اخير لك يا الريل هي حقي رجل سوي تليفون انا ما ضايفني والله ما اعرفه خلاص انت والله ما اعرفه ومن هالعيب كلمني البارح وقال ابوي انا باها تراني يا رجال خايف من الله مصلي مسمي ومن هالعيب ابوي انا باها هدى كان شيء حرمه ترى هدى قلت له هالنمونه هالنم قال راضبها قلنا لسان الطويل لسانها الطويل قال راضبها ناري هي والله خبرته ناري لساني طويل انا لساني طويل انت اللي موقف سعلي هي لا لا شوفي انا لازم اقول ابوي الناس ادواق وألد العيش ما تهوى النفوس حد يحب الطويلة وحد يحب القصيرة حد يحب المراس قطاقط وحد يحب أبوي اللي راسه خوص وحد اللي يحب اللي راسه عبل وحد ويعني كلنا على حسب رغبته شو يبقى نزين هذا حين نداء لك يا المعرس أنا مسافر أبوي أربعة أيام تراسل وياي وخبرني أعطني السي في مالك يقول يشتغل ما تذكر ولا قال يشتغل ولا ما يشتغل ما أعرف أنا ما شفت أنا ترى قدام شهر أمس هنا البارحة يوم تسوي كيل بسكوت قال يشتغل قال يشتغل قال كان
عندها املاك. لا عندها املاك ولا سيارة. انا ما بغاير الحين عمسني انا. انت شو درات ان عندها املاك؟ انت اللي قلت لي. انا قال عندي بيت. احنا ما يمكن لجار عنده املاك. اذا ونحنا ندور على ريال هي. طيب ريال ما ترى مو كل شيء عمي يفتح بيت وريال ويداوم هي. هي وشو تاني بعد قلنا؟ ويخاف ربه اهم شيء. هي قلت لك يخاف الله كيخاف اي خفيه انا الله وانا بغربه وانا خلاص ها. ويتيمه يتيمه يكفي 8 سنوات اللي داز عليا مع بابا. 8 سنين عندي والله ما حصلت الا الخير والكرامه. 8 سنين زنودك ما غدر على هالمتن الا من خير هالبيت. جاي من المغرب بزنودك عوز 110. بالله اكبر. الله اكبر. والله تعبان. يا جاي من المغرب ب 10 كيلو وزنها. الله اكبر. والله يحفظك ويطول عمرك ترى بحل الامن ان شاء الله. شرطه ابو ظبي والامارات المزادات اللي خذوا من عندهم تميزوا. اللي بغت تميز 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 ومن ثم طالع عمارك مباع واشترى وتنغنغ تنغنغ. يقول فلان تنغنغ تنغنغ من شو؟ اشتروا ذهب، اشتروا بنايات، اشتروا عقارات، اشتروا بالرخص وباعوا بالغلا ويتم الغنى. الحين هذا الامارات المزادات عندكم. الامارات المزادات عندكم فرصة لا تعوض. كل اللي خذوا هالسنين كلها باعوا واشتروا باعوا واشتروا وفودوا واستفادوا. وانتم يلسين تديرون عيونكم. نحن ما نصدق الحين هالوادم اللي تجر وتبيع وتشتري حد خبركم انتم؟ حد طرالكم انتم؟ ما حد يخبر. يخبرون يوم شيء خسارة. يوم واحد ادوى ياخذ شيء ما بموالم ويبيع خلاف بالرخص هذا اللي يضيع الصيت. ولا الوادم خذت بيوت وبنت وعدلت وخذوا بالرخص وباعوا بالغلا وخذوا بالاغلى وباعوا بالاغلى والدنيا بترجع. لكن انك انت بتاخذ لوحات مميزه من الامارات المزارع هذا ابوي انسى. وانت مغمض ربحان. وانت مغمض ابدا ها ابدا. حتى لو ما تشوف لو ما فيك نظر وبتاخذ شيء من المزاد مزاد الامارات الارقام هذا انت ربحان 100%. ما وايدين اللي يعرفهم خذوا على 15 و20 و75 وباعوا على 100 و200 و300. اللي انتم ما تعرفونه انهم 555 لوحة. 555 رقم مميز. 555 رزق ونصيب جايينك لين مكانك. 555 فرصة انك تتنغنغ وتقدم انك متنغنغين. هب من التيار اللي تنغنق. هذا يوم يقول امسى فقير واصبح غني. ها تنغنق عن ثر الليل بلا فلان يلعب بالبيزات لعبة تنغنق عن ثر الليل. هذا اكيد ايش مزاد. وحين جايب لكم انا 555 رقم. 555 لوحة كلها مميزات. وينتهي المزاد متى؟ يوم الاربعاء. يوم الاربعاء الجمعة والسبت ينتهي المزاد. في منها الرقمين مميزات اللي هن 10 و44 يوم الجمعة والسبت ينتهي المزاد. والمميز منهن اثنين عد واو بالتميز كلهم مميزات. لكن اللي منهن طار القاع وقال انباع اثنين 10 و44 رقم الجمعة ويوم السبت 24 و25. من تدخلت على الابليكيس برسبل ما تدخل على الابليكيشن ينك الارقام. دق الابليكيشن ينك الارقام. ها طب تخير طب شو طبش طب تخير شو تبى شو تتهلع عليه. تبى الثلاثي تبى الثنائي تبى الرباعي تبى شو تبى. تبى رقم دراجة تبى ارقام دراجات تبى لوحات مميزة كل ابوي عندهم دراجات. هل بالدراجات هالارقام ها شوفوا 90 99 44 10 و20 الله 5 الله أكبر 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 هاي وهاك سيارات الكلاسيكية 66 و90. الحاضر منكم يعني والله على رقم 44 والعشرين الحق ما تلحق أبوي. هذا التميز. هذا أبوي الرابط عندكم وارفع الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير من دار الخير، صبحكم الله بالخير وانتو تشوفون هالخير، صبحكم الله بالخير وانتو تشوفون المنظر والهيئة والمبنى اللي هو كله خير بخير. هاي واجهة الدولة أبوظبي، هذه واجهة أبوظبي، المطار الجديد أنا مسمن طالة عماركم مسمن تاج المطارات، هذا مطار عادي، هذا مطار المطارات، ما شيء ما الخيل جوهرة السباقات وجوهرة الميادين، هذا جوهرة المطارات، هذا جوهرة، هذا تاجهم عمهم وسيدهم وتاج راسهم. هاي يوم يقول لك سيدهم، سيدي يا سيدي ساداتي، هذا أبوي يطرون وسيد الخوذ المزايا، العرب متى سامع تبه من صدق يانوس بتغني به العرب، أمك لا إله إلا الله كلها تغني به، سيدي يا سيدي، هذا وصل سيدي، وصل سيدي يا سيدي ساداتي وسيد الخوذ المزاييني. هذا لا تقولوا ما رويناكم هذا المنظر الخارجي، بعد ندخل داخل عاده بنخبركم عن البنت وبنت البنت. يا سلام سلم ما شاء الله، مرحبا 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 مرحبا، عد من حبة ومشى ودبة. اي الله هلا بسيارتي، لا تخلي حد يسوقها ولا حد يزخها ولا حتى حد يركب فيها، من توصل نزلتني الحين يصير البيت وقرا عليها. مرحبا، من انت؟ انا اخوك احمد بن خالد. والله مرحبا، ايش حالك؟ الله يحفظك. سمعتوا انا وصي على سيارتي؟ اي والله عندك اياها. بعد ليش هذا بغيتك عود؟ ايش حالك هذا؟ كيف انت؟ الله يسلمك يحفظك. مرحبا، شو تشوف المطار؟ رقم واحد الله يحفظك فيه صراحه، شيء ممتاز. اي والله الحين تبغى بتسافر بتيس تتفقد بطيرك الطياره وتسبه المطار. صحيح. اي والله عجبه من عجائب الدنيا السبب، ما شاء الله تبارك الله. وين بها ان شاء الله؟ العمران. الله يسلم عليكم، قبل الله راعتكم، وانا فرحني كلامك انك من المتابعين وكنت سعيد مفروضين فيه. الله يرحم والديك، تحياتي لكل الاسر الكريمه، انتم ناس غاليين وغاليتكم، يسوون العين وام العين، يوم يقولون فريج العتيبات فريج العتيبات، خراب اخبركم من فريج العتيبات، فريج العتيبات طالت عماركم بين شارع الكترا وشارع حمدان، فريج بزمه وعراي غني يا ليل فنان، اكبر شوفوا الاول اكبر بيوت هلاك هناك، ثلاث بيوت مثل العتيبات وغير ذلك كلها بيوت عاديه. تحياتي لك الاسره الكريم، خليك الله يحفظك. انا طالت عماركم الا دان يدن، هذا قسم البزنس رجال الاعمال، جهتين مطار، انا اتوقع مستحيل حد بيي وما بطير عن الطياره والسب الشو الجماليه هذه. ها شوفوا انسيابيه الاقواس والمساحات، ما شيء اضلع وما شيء يدرات، هذا الا في ايه، هذا حين بس ايه، ايه وما ادراك ما ايه، ولا حجين ابوي على بي وسي ودي والدنيا كلها. هذا القسم، هذاك البزنس، وهذا الفيرست، ضيوف الدرجة الأولى، إتمام إجراءات السفر. سندية سلام عليك. عليكم السلام. إيش حالك أمي؟ الحمد لله. كيف أنت؟ بشرين عن صحتك. الحمد لله. خير. كم أنا سعيد إني أشوفك مجددا في هالمكان الجميل. يا مرحبا يا مرحبا بسندية. سلام عليكم. ها ما شاء الله الطاقم الجميل كلهم أبوي موجودين. أم عبد الله سلام عليك. شو هالتفاز زيره؟ ما شاء الله 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 يا الحمر اليوم. هي خلي عاد انا بزودي شحاش الغاليه. او علي وان شاء الله ولد، شو قد نزعب السياره؟ قلت ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. والله امي تعمى ولا ما بعاد. هي والله لا بحاتي ما بحاتي كنت. هي والله احاتي اللي وادم اللي ما يعرفون، ولا انت عن 40 رجال تبارك الرحمن. هي والله قلت ما شاء الله، بس اللي تبيت لها غيب. حياك الله ابو محمد، وان شاء الله هذا عندنا الفيرست كلاس، وان شاء الله يوم بتدخل داخل بتشوف عالم ثاني. طبعا الحين المطار تغير مش نفس قبل، ومطار الشيخ زايد الله يرحمه في اشياء وايد داخل تنتظرك تستكشفها. المكان يزيق عقلي، ما يزيق عقله. انا توقعاتي سندي اللي بيسافر ما بني بي
قبلها بساعة ساعتين بس عشان المكان. والله العظيم قالوا لي كم ما توقعت بهالحجم يعني الارتفاعات. شوف انت الارتفاعات كيف زادهم ابوي خذوا سنين الله ويخدمونه وهم يخدمون ابوي بشيء شيء دقيق. الفينيشينج الطريقة تفاصيل أدقها وأجملها وأقومها وأحلاها الارتفاعات اللي تشوفونها ولا بحياتكم بتلقطون هالمنظر في أي مطار في الكون، لا في شرق الأرض ولا في مغربها. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب. ماما مريم، هذه أم عبد الله، هذه أم عبد الله. الاثنين التنبو يحطها حقها هي هنا ما بقى. شو اسمك انت؟ احمد. احمد من وين؟ من السودان. من وين في السودان؟ من الخرطوم، من الرمال. قول امين. امين. ان شاء الله ترد المياه الى مجاريها. اللهم امين يا رب. اللهم امين. شيء احلى من هالدعوه؟ الله يمافي يا رب. الله يكرمك. ام عبد الله. منو تامسين؟ ام عبد الله شوفي. اخوالة العرب يوم تصير لهم حطوا السح وحطوا ويا اللبن ولا روب. هني ابوي مطار ابو ظبي عصير برتقال ويا فرض. فرض. شو الهدف؟ الهدف طالع منك انه فرض. الفرض عمود الارض. انبعت صبري عادق هوا على بالقوم تروغك انت. حيا بيلك عصير ويا بيلك فوده وعقب الفوده وعقب العصير بتيش القهوة. هذا طالت عمار، هذه فيزة خالد الخالدي. ما شاء الله تبارك الله، عرفنا ان هذا خالد الخالدي بشحم ولحمه. وهذا منهل العاسمي عرفناه بشحم ولحمه. زين. وانا بلايين. لا هذه منو؟ هذه انا. هذه. الحين هذه. هي هذه؟ يا ناس يا ناس فكروا وياي، فكروا انتم. فكروا. الحين هذه. هاي الصورة أول ما حكم زايد. أول ما حكم زايد هاي الصورة. قسم بالله العام. بعد ومن العام لين السنة شي؟ ما كمل. أنت بلشتوا علي. يعني شاهدتك. شاهدتي بسم الله عنب اللي شاهدي يشوف القناة. ما شاء الله عليك يا أم عبد الله. ما شاء الله عليك، عيني عليك بارك. أتفكر إن الله جميل يحب الجمال. وأنت زينة ما شاء الله عليك. خلق وأخلاق. خلق واحد عديه بترمسني ابوي ها من تشبع التليفون من تشبع التليفون اربع ام عبد الله عندي شغل يا الله هاي لكم الشكات بتكون ان شاء الله عندكم البوابه دي 47 على الساعه 41 حيبدون بوابه تفضلوا معنا على اللونش تدخلوا المحل هي اسمها فنان تدري خاله محمد عثمان بعد سنديه اسمها الله يطول بعمرها ان شاء الله هي هي خالة محمد عثمان، تعرفين شو يعني كلمة سندية؟ هي شيء اللي استند عليه نوع من أنواع الحرير. هي نوع من أنواع الحرير، هذاك اللي باللي يستند عليه بال بال يعني ستاند يعني هي لكن لا السندية اللي هي غير، السندية هي بأفخر أنواع الحرير. هي من عقبة مرتبة الزبرجد والأشياء اللي باجي. خلصنا طالت اعماركم الاجراءات وحين هذا المدخل كل شيء الكتروني بالالكتروني. Did you use your passport? No. Me too. هي والله المظهر جوازي ودنيا وقفت هناك بحط طلع ماشي طلع ابوي صد بس هناك بالمطالع وتخطف لا جواز ولا شيء ها بلي جواز بلي شياته هل ان عيونه خطر يمكن تاخر ايوه because you have color eyes حليلهم والله عجبه ام عبد الله شفتي بلي جواز ما صورتكم ما ظهرتوا في التصوير ام عبد الله بلي جواز بلي جواز نحن طفنا والله بلي بلي جواز والله قسم بالله ما بدي بلم والله عظيم هي بس خلاص الحين متخطفين
بدون عندي بطين لا بصمه عين ولا جواز كيف يعني تمنوه ابوي هاي سايره تضارب ابوي هم ضاير بي ابوي هاي سايره تضارب ايه هنود هناك ما بيسوي لك واحد اثنين عاد الجهاز ممنوع التصوير هذا الحين اول ما تدخل تيك ابوي السوق الحره من يا عين ويا نفس شو تتمنين ما اقدر الف اليسار وسب الشو لانه تفتيش قسم التفتيش ممنوع حد يصور الاجهزه شو ما شاء الله تبارك الرحمن كبريات الماركات العالميه كلها الواجهه توهم حينهم في الحمد تو الهوى بادي يوم تو الهوى بادي حين تو الهوى بادي في المطار هذا يوم يقول لك القو يا هلا يوم يقول لك ما تنقز الا السمين هذه بغبي ما شاء الله مطارها مطار العاصمة طال انتظاره طال انتظار هذا الصرح العظيم طال الانتظار والحمد لله رب العالمين يوم انكشفوا لأن شيء يخليك تبحلج عيونك صبح ومساء تتفكر ولا تنسى هالمنظر الجميل أوه ترتيب الأناقة الشيء والزي والشكل والألوان والتناسق والارتفاعات المنظر الأقواس وجمالها حلاتين 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 يا العاصم حلاتين حلاتين على الزين حلاتين حلاتين على الأبهة حلاتين على الزين كبار كبار ولا هون يقولك ما تقص السكين إلا من قوة نصابها عاصم أبوي كاش كاش يرمس الكاش يرمس ما استوى شيء هالنمون ها الا ابوي من مليارات هي ما برم ما ينقص ما ينقص يبال ابوي في كل ما بني بنسوي لكم قسم كل ما بني بنسوي لكم قسم هاي يوم يقول لك ما تبات الفقير في بيت تبخيره ما تبات الفقير في بيت تبخيره شوف يا مرشد شوف يا مرشد شوف حرمك ما تبات الفقير في بيت تبخيره ما تم عندها البيزة يقولون يد مشخلة ويديها مخبوقة يديها مخبوقة من هالمشاري اللي ما توجف وتدور كل الغالي ليش عاد هاللعبة ويعيش مرة وتفسفسي ما وراك يا ربي كم خذت كم خذتي بالله عليك ولا انا احش علي تروع ابو اخاف من الله اخذ من الغالي لا وبيتك المثرود اللي طابه لا يا الو عليل تروحين الله يعطي يروح من عطورات الجنه يا ربي من ريحه الجنه يا ام عبد الله من ريحه شو هذا الرقم السري مالها ها شوف كلكم عرفوه شوف تصور ها صورت انا ام عبد الله طالت اعماركم سايرين بدعوه من جهات معنيه هناك ومختصه في شيء شغل بزنس جميل وان شاء الله بيلحقنا وبتشوفون الخير من وراه نحن وانتم اجمعين فنحن سايرين في سيره عمل ما بسيره كشته ولا بسيره تمشيه مو مال 100,000 الناس ترى يا هذاك البيزات لا بعدها خلاص خلاص مال القطار اي مال القطار مال القطار خلاص ان شاء الله يحسبونا رحله القطار لا رحله القطار هب الحين وعدنا 100,000 ان شاء الله ان شاء الله 100 ولا 200 ما يخصص يا 200 حتى لو مليون 100 عقل العقل لا كاش لا لا التكاليف كل علي السير ولي والتذاكر ولا شيء قبل اشتري بضاعه خيبه بتسوي تجاره من عندي نعم شوف ببلاش تلوموني بيها المهم ان شاء الله هناك صبروا وخلكم تابعونا بتشوفون المكان اللي نحب نسير بترقبوا الجديد والشيء الفنان المميز خاطري اسير اللونش لكن ما برايم اودر الدنيا هذه كلها واسير انزرب في اللونش صارت الفيرست انا في خاطري اسير لها حين ان شاء الله بسير ان شاء الله يوحيلي كم ما بهاين علي اودر هالعالم اللي تشوفونه طويل العريض يا رب يا هي دنيا ما شاء الله تبارك الرحمن هذاك شو ظنكم ايريا ايريا سوق بيكون هذاك هذاك اظني سوق بيكون يا بوك انا انصح لا تقولوا ما قلت لكم اللي بيسافر يجي قبل ما تطير الطياره 3 ساعات له 4 هيدا يقصاه المطاع يقصاه ما بالله حجم حجم الجماليه كانك جالس تشوف تحفه
تحفة معمارية غريبة الأطوار ما شاء الله تبارك الرحمن. يدور راسك يدور راسك من الشيء. ياو والله ودروني عبد الله ومنهل أعرق البراندات العالمية كلها في هالمطار الجميل. ياو والله يا جماعة الخير ما لي خاطر أبند عن هالتصوير، ما لي خاطر من الجمال والمنظر البهيج. أنا أقول في خاطري تحت هالجبيب كل هالشو من بعيد يوم حسين كل يوم مسافر من المطار الأولي أقول تحت هالجبيب هالمتن شو بيحطوا؟ ترى يا أبوكم ما شاء الله. الله يا جماعة الخير ينك أظني هذا المطار يبون لو يسوون يزيدون على التذاكر قيمة كشته، يسمون قيمة كشته. هذا المطار روحه كشته، أتي تتكشت في المطار كشته تي تتكشت تتفرج تشوف الألوان التناسق تشوف الحياة بيندي قول لي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما أقول عنك شيء يا أبو محمد. أخيرا أول مرة طيف أمس الطائرة سرت مصر أنا قبل 3 أيام، العرب كلها طاروا على المطار اليدي. حد رابهم عبد الله وين؟ يوم عبد الله طال وين تهفتين أنت هناك؟ تعالي ياي شو حركاته يا المنكر تقابلين هالفقير هي ما قالته. أنا تحرى صالة لهني طلعت لا صالة أبو في الدور السادس ساعتهم أبطل أبوي لين ذهب المطار 6 أدوار عبارة كأنك مسوي بناية تجارية طول شارع الحمدان. هي عبارة كأنك مسوي بناية تجارية طول شارع الحمدان. إش 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 عمار 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 عزين عمار عزين عمار على دار الفلاحي عمار عمار صبرنا ونلنا حش يا أبوكم. Where I am? I am in paradise. Where I am? You are in Etihad first class lounge. MashaAllah. Look like I'm in paradise. Hey, wallah. Hello. Yes. MashaAllah, Tabarak al-Rahman. قو يا هلا، القو يا هلا. ينفعك غير الله والقو. ما ينفعك من بعد الله سبحانه وتعالى إلا القو. القو بنص ريج بنص. إيه هذا يوم يقولك القو هذا هني القو. العاصمة تتحدث. This اللي تعال وخذ اللي تبا وكل، وهذا ألقات اللي تبا تعال تفيزر أبويا واطلب اللي تبا اطلب اللي تبا ما شاء الله واللي تبا حط أبويا يديك تردك اللي يديك تردك يديك أبدأ تعال هلو يا ربي بلاد there's a praying room here hey. شيء هجرة صلاة وشيء الدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا أقسام عدل الخصوصية أكثر كل قسم روحه. يا سلام This is here هي هل اللي بيتبع مقطر ولادته مقطر ويلاته وتجلس هنيها وتنبسط هي ويا خته ولا ويا ابوها ولا خالها ولا عمها. اقسام كل حد روحه.
مكانها مهدر ها معدل زي ما زين. شو بقولكم كنك تحلم لا تلوموني يوم اقولكم بارادايز هذا يقول والله انت ما شفت خير. هي نعم ما شفت خير هالنمونة هالنمونة ما حد شافها. خبروني منو هذا منكم ليش شاف هالنمونة كأنك يالي سوي في عالم الفضاء. هي ترى روح مطار مطار فضاء طيران ما ادري شو ها تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. توا فوق الفيرست وهذا البزنس بلاد بعد من كبر البزنس مأكولات فيه ما تشتهي النفس وتهوى بلاد من كبره. وهناك عاده عدوا غلط عاده حتى الطواجن عندهم اما كذا كله موجود. شو عدم ابو بلا طالع هذا كله كل اكل كل اكل كل اكل كل طحان كل هيلة بيس مو بيوبل ما ابو مو بيكشف عن هالدنيا هاي كلها. احمد الصايغ احمد الصايغ كيف حالك؟ طول بعمرك. انت اخو عبد الجبار؟ انا اخو عبد الجبار. انت تعرف عبد الجبار شو بالنسبه حقي انا؟ اي كان هو ترس الملف مالي لا حول ولا قوه انذارات ولفت نظر لفت نظر انذار حسبتي 20 سنه ما ترقيت في الاديه وهو السبب. لا حول لازم تطلب تعويض. صرت لامس اجتمعت وياه عنده شغل هو بزنس مسوي موقع مسوي ابلكيشن يوم صرت وياه بيكاسرني على الاعلان قلت انا المفروض تعطيني دبل انت. هي والله المفروض تطلب تعويض. هي والله مال هال 20 سنه هاي. كيف حالك ليش؟ طول لي بعمرك. كيف انت؟ الله يخليك طول لي. بيتكم الاول وين؟ في اول قبل اول ما حكم زايد؟ لا عقب ما حكم زايد بعشر سنين. في وين؟ شارع حمدان؟ ايه من الخلف والاتصالات حاليا. ايه فتح الخير؟ ايه جنبه هاي كان قصر الشيخ خالد بن سلطان. ايه ايه وبيتنا ورا والعتيبات ورانا. ايه وقدامنا قدامك بيت حياة النجم. لا قدام بيت عبد الرحيم. لا عبد الرحيم عبد الجليل. عبد الجليل انت عبد الرحيم واحمد 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 عباس ومحمد ها كلهن ورا بيتكم. ورا بيتنا اول بيت في الفريد بيتكم انتم. ايوه من طرف شارع حمدان. ايه وثاني بيت وراكم لاصقنكم بالضبط بيت العتيبات. لا العتيبات انتم فريدكم العتيبات من جهه شارع الكترا وانتم وين الاتصالات. ايوه وين الاتصالات. وانتم وين شارع حمدان. صحيح يعني انتم قاضين وعمير بن يوسف من طرف المسجد. عمير بن يوسف شاهد بيت عبد الجليل وبيت حياة محمد عباس طرف المسجد واحد مشاهد المسجد قدام شاهد بيتكم بالحر السويدي. اي ايام وكان اجمل والذ لوز في الدنيا في بيت حياة عمير. واللي اخير عن بيت عمير باللوز شيء لوز وحده بيت النجم. وبيت عمير أكبر بيت فيه فيها شارع حمدان بيت حياة عمير هو بيت العود. من ثانيا بيوت الاعتبار احنا ثالث. أنتوا بيوت بقمع بجري وبيوتكم كلهن نفس المقاس. لا احنا 200 والله قال أقول كمبنية من يوم استوت الدنيا من السبعينات والستينات 200 شوف انت سبحان الله الله يبارك فيك. وين صاير؟ اسمي استوعي عرس حيدة عندكم جايبين وحده تغني يسمونها شهربان. شهربان هم البحرين من البحرين جاي ما في منه عرسه والعالم كلها جاي كلكم. حسين يمكن حسين الصاير. حسين الصاير حسين الصاير عرس اول ما حكم زايد. لا لا سوي سوالف تحياتي لكل الاسره الكريمه. الله يخليك نحبكم ونرزكم ايران. نحبك وايد والله وايد نحبك. الله يسلم سلم على الاهل مره ما خسر. وين سايرين؟ يا بمبي ويا بمبي انا ساير دلهي. لا بمبي ايه دايركت. الله يحفظك ان شاء الله. تخيلوا انا اخر واحد عرب ابوي كل هركبات انا اخر واحد. اي والله يا ربي ما اقول عنك شيء يا ابو محمد ما اقول عنك شيء يا هالتطعطيعات اللي ما توجه. السلام عليكم. ادخل هنا سيد يجيك هذا المدخل فنان وتدخل سيد ها شوف الالوان شوف التركواز شوف التركواز شو يسوي. يا سلام يا سلام يا سلام. اي ممر سعاده اي ممر سعاده خلاص ابوي ماشي ممر سعاده
هذا الحياه ممر الحياه. ها يا غير شغاب ما شاء الله تبارك الرحمن. وين ام عبد الله؟ شو تسوي ام عبد؟ هذا حمام الحين هنمونه يا ليور المعدي. استغفر الله العظيم لا اله اوه يوم اقولكم الحمام هذا هنمونه يا ربي يا ربي يا ربي هذا حمامهم هنمونه. عين الله ابوي على شيء اللي مقير. ما اقول عنكم شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى اللي وادم كرهها في الطياره ما حد الا نحن. انا وام عبد الله نحن معرقلين السير. يوم عبد الله هيا انقفضي. ها الله يا سلام ما بفضحي انا خبرت يوم نفذ مسترات بحد قاشي. يلا تعالي يلا ايش عبد الله ترى ما حد الا انت اخر وحده انت اللي ماخذ العرب. حالاتين على الحمر الحمر روح يرطن يرطن الحمر. يس بعد يا ربي شوفي مع هاي لون التركواز والله العظيم انك ما ودك تدخل الطيارة تودر هالألوان الجميلة. يوم عبد الله او ان هذا ممر السعادة. ايه هذا ممر الحياة هذا الشريان التاجي عبد الله. هذا ابوي الشريان التاجي هذا اللي يخلي الدم يتدفق يبخ بخ. يا سلام يا سلام يا سلام الله الله امر عاشق واحبك يا بدر شاع الخراب. سلام سلام يا العاصمة سلام. شو بقولكم من مكان لمكان من مكان لمكان الى ان تصل الى الشريان اللي سيد امنه والطيارة. هذا البوابة الخلفية هالبوابة الأمامية. أوف الكنديشن مثلج مثلج الكنديشن يا عبد الله خيبة. Thank you. هدى في البيت. أهم شيء هدى. صلاح. صلاح. دور له. للحين. إيه الحين. أنا ما أبغى نسمع حصل نحيا. أنت تزوجها بعد. أنا ما أخذ أربعة. تعال. من كبر حما إن شاء الله تبارك الرحمن. هذا هني وين الطيار. سلام عليكم قيل. تعال يا أبي مالي تعال. غرب الله تجمل لساني. أنا اليوم مستانسة إنك أنت موجود. أنزين يلا تنك. أنا يبدأ بس ما أعرف. خلي من الطير الطيارة بنيلس. ليه قبل الطير الطيارة أنت لو بتقعد قبل ما الطيارة. أيوة. إذا أنت مرتحت. أنت ليش غيرانة؟ بتكسرت الدنيا زي ما طاحت علي. شفته سويت حق الدور عشان أقولك والله زي ما طاحت علي. زين شو اسمك؟ إيمان. إيمان. إيمان الحلوة. إيمان الحلوة. من المغرب. أشكر فنك. هاي 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 العزيز الغالي ام عبد الله. ما شفتيها كسرت الدنيا. اهم شيء ام عبد الله اليوم مسكينه حيلها ما شفتها شوي انا اضربها كلها منك. يوم تجي تغش شوي ما تخلينا نشوفك ما نروم يعني شي قلبي بس تخمم عليك. زين ليش ما جبت هدى؟ ليش ما جبت هدى؟ هدى سفره معاي سفره لي بسير وياها الزنجبار. اقول هذاك اليوم شفت صلاح في ياس مول. هي ما سلم علينا سوى عمره ما يعرفنا. يستحي من الحلوات حبيتي. والله زي ما طاحت علي. اخبركم هاي اول مره اشوف هالطيار. هاي شو من الطياير اقول لك ايمان شو من الطياير هاي هالنمونه؟ هذه A350 جديده طال عمرك. A350 وبعدين طالع من ترمينال A جديده. هذه ترمينال A اسمها؟ لا هذه طياره A350. شوف انت وايد فنان هالطياره. تعال اختار وانت تختار كل واحد حبيبتي. انا ما عندي انا المهم عدال ام عبد الله عشان ما اخليها ترقد. تعالي اهم شيء ام عبد الله اليوم. يلا دوري. يلا
دور مع عبد الله قرب الله تجي يا من حظ. شلون شنطتك؟ سيري يا ام عبد الله سيري سيري. وانا انا ثلاث ايام انا وين بدور؟ تبع هنا. لا انا هني. ها هي هي. انا قدام وهي انا اخدمك. الله يبارك فيك. هاتي مني انا تحبي. لا تجي شر حاسد اذا حسد. من هذا مني قريب وبعدنا بيت ابوك هو جسمين في الكراسي. المهم المهم من المكان فنان. ها انت هنا مشاهد مع عبد الله. ايه وهذا هذا قسم عبد الله. شي حاطين لك يا ابو سعد؟ ما بحسد قلت لك حاطين لك شيء اكثر عني. لا تعملي ترمسين يا ويلك. ما فينا تعقينا في تله. انا الحسد والعيل اللي تودي العرب. عبد الله عندي شامبين. كيرا من شرج. انت تعطيني سد انا؟ هذي يعطيني سد حميته برمس. ايه تحملي. شو انت من هاد شو تسوي؟ كبرون وعليلون قوية. شو تسوي؟ عبد الله بدي التليفون بدي ممنوع تسمعينهم قالوا ايش ممنوع استعمال والله ان قالت الحرمه توها. Ladies and gentlemen, hello, my name is Ima, the cabin manager for today's flight. On behalf of me and my cabin steward, Tana and the rest of the team would like to welcome you onto this flight EY. Tim, what are we saying? We have your hearts and minds and yourself comfortable. Ask me, ask me, man. Ask me, man. Ask me, man. Ask me, man. ما بغيت اخبرك انا خفت تفضحينا ما بتخليش بتخبرين قبل ما الناس تعرف. اين خلاص بعدها الحين يقولون بتبدا فيها البيع ما بتبدا الله اعلم. اخلى جبل علي حلفي صدق والله شكبر هي ولا نخلة جمير ولا جبل علي بعبد الله؟ زي شكبر جبل علي أكبر؟ إيه. أنا. شوف أنت. يا ربي. عمار 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 يا دار الحي عمار عمار يا سلام. سبحان الله كان محض الخيال. شوف الجي بي آر شوف الجي بي آر شوف الأبراج شوف الدلع شوف الدلع شوف الدلع دلع يا بوش الدلع يا بوش.
الله الله عزين الله عزين الله عزين. شوف اللنجاتي، شوف البواخر، شوف السفن. إيه إيه مال مال يدك. إيه يتيها. أتلانتس جديدة وين يا جديد؟ من سنة قيانوس. هذا هي هذا خيال. يمك أشوف عبد الله خيال. إيمان شكرا جزيلا. شكرا. كانت رحلة حلوة. إيمان إيمان ما أبالغ إذا قلت لك مليون مسج يا يشكرون عليك. كل اللي طاروا وياك على الرحلات لندن ما أدري وين ما أدري وين كلهم يشكرون عليك. أحبكم كلكم والله العظيم. ما أدري قرب الله تك شكيت في موضوعك أنت. والله كل حد طرش لها سلام. قرب الله تم أكثر القبول اللي عليها اللي وادم كلها حابتنها. كم اللي تابع اللي من المتابعين يرمسون يقول لكم محمد حتى أنا وياها في أكثر عن رحلة وكل يشكر عليها. الحمد لله على سلامتنا وصلنا ولله الحمد بخير والسهالة. كانت رحلة موفقة وجميلة إلى أبعد الحدود ولا درينا بالدرب والله. وكلنا يخدم وكلنا يحط وكلنا خدامك يا البرمة الرجال منا والحرمة. بشيركم الرحلة كانت جميلة وممتعة فوق عن اللازم بعد. هاكل لك الطيب. طلبت أنا سيباس مشواي لذيذ 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 إلى أبعد الحدود. شيء ويا شيء بطاطا مهروسة وما أدري شو بعد مقير. شيء شرات الثوم بكبار وهو من ثوم بكبار ما أعرف لي والله شو. نو الله يجيك. اسمه ما بسمنه عبد الله. عبد الله السلام عبد الله. شفتي وصلنا. حليل هتوفت الله يغفر لها وانت عنبوك. حتى الأموات ما بسالمين من شرك. أدوح لتنتي جتلتيها ويلا استنتي. يا مرحبا بم عبد الله. تعرف الهند اللي رغان بالليلة. إيه والله. أنت بخير مع عبد الله؟ ما رقدتي في الدرب؟ لا. بعد لا؟ إيه بتخلي الواد يتظهر الشناط؟ ما بتخليهم يظهرون الشناط. جالسة. سكوا حكوا ياهم. ام عبد الله تعالي انت روح مبيبون الشناط يبي تعالي انت. ترى الرقم عندهم يا ربي. هاي شنطه وحده. هاي شنطه من الشناط. ها كل الدويات كلها دويات داخل ما تعرف شو. كان حد متعني ومتصرف انت. هذا المتعني ومتصرف. ام عبد الله تعالي ياي. يا الله. هذه يا ابوها يا ابوها ها. يا ابوها العروس. تحرى ادمي داخل مجتول. الحمد لله على السلامة يا عبد الله. اقول ايش الحمد لله على السلامة. انا ما اعرف ترى عندهم الارقام. لا اقول لك حق. تدري كم كيلو من هني لين مطارنا الثاني؟ 5 كيلو. والله الحين تو هو قال هالريال ليش اللي شنو تكسي والله العظيم تكسي زين بنسير تك 5 كيلو نمشي. هي 5 كيلو لا باجي ساعتين ونص عن الطير ان شاء الله. لا با شيء ولا شياته. ايه كانت ظاهر من دبي سار ابو ظبي. يا مرحبا بام عبد الله الحمد لله على السلامه. كم ودي قلت لك الحمد لله على السلامه. يقولون المصريين كثر السلام يقل المعرفه. اي والله
شو هذا بكاسة؟ من 1500 لـ 200؟ يوم عبد الله وصلنا. شوف الخلوق، شوف العالم، شوف العالم ما شاء الله تبارك الرحمن. استقبلونا والله ما حدنا شاد عني وعنت، نحن سايرين في بلاد غير. يوم عبد الله والله العظيم ضاربية العرب والله. ليش 1500 مال الهند، 15 درهم مالنا، كلت لهم تبودهم. ايه انت كنجوس والله، والله انه قالها كنجوس، قال لك كنجوس الاولى. براد الجو عندهم، ما شيء حرارة ولا شيء رطوبة. عادة الأجواء تكون عندهم شوية رطوبة، لكن اليوم ما شاء الله الجو جميل جميل في دلهي. حليل هن هالسيارات، نحب نظهر من المطار هذا بنصير مطار ثاني. هذا التاكسي بيكون نحن، الله أعلم به. أرض الله عدوها إن شاء الله عليك يا عبد الله. إيه ما سويت شيء من الكرسي من قبل. أقرب بعد بس زين. زين مع عبد الله. كم عطيتيهم بلعت الحمامي؟ على 500. أهم بس تفكر 50 زي ما البمبي. وادي. هذا أبوي. كريم من مال غيره. كريم من مال غيره. ما أدري شو بدين. بدين. إيه والله نقط هالشي كلمة مرة ونقولها. كريم من مال غيره نقط بدين. وأنت يا حين تذكر من بيزاتي أنا. وليه داخل الشنطة أبوي ويا ودات ها؟ يوم أنا قلت لك. ها مسحور الشنطة. لا خلي من عبد. شيء يعرف وشيء ما شيء ما يعرف. هاي ببيت ربي. ما نباها نحن عشان نبرد خايس. أقولكم. كريم أنت. والله يا أبوكم لو شفتوا ليه داخل الشنطة. لين الياباني. والمارك السويسري. والدولار. والباوند. واليورو. خمس نمونات العملات. مرت بلادن. ما اقول عنتي. ما ادري وين تلقط البيزات من كل نمونه. ما بحين من بلاد وحده البيزات عمله وحده. من كل عمله ربطه 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 ربطه. انت شو هذا؟ شو قصتك انت؟ يعني عينك الصب شيء ما شفته كيف تتكلم عنه. الله اكبر تدعين علي؟ خافي من الله، خافي من حي الغيب. شهدوا علي يا من حضر. انا الحين ثبتين انا اصور من البارحه ما قلت لها ولا كلمه. عم تبلي علي عين. انا دعيت عليك عيونك شافت؟ عيوني شافت البيزات؟ شافت الربط؟ ها خبروني. ايه خبروني. لا يوم بتشوف بعينك رمس. انا ابو الحرمه وريلها ما يدرون ايش اللي يدور ما بينهم. انا بعرف شو عندي. ما يخصك ترمس شيء ما تدريبه. هذا كله انت قبل الربط. انا لانه هو يعرف عبرتي ربط مني وتربط مني ما يعرف من كثرهن ما يرمي عدل. الله اكبر. Your name? My name هلندر. هلندر. You know مريم الياسي؟ هلندر. مريم الياسي ام عبد الله. هذه ها هذه شي مريم الياسي. Big sponsor. والله فلونسر فلونسر. مترشح حق الراس. مترشح ابوي حق المهرجان. Which place are going? Terminal 1. No, it's just like Terminal 2 flight. Zarawa. Amritsar. 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 اللي سايرين احنا اسمه Amritsar. Golden Temple. Golden Temple. Golden Temple. Hey, hey, hey. Hey, Golden Temple. سايرين ابوي البنجاب بنجاب 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 سندابا سندابا بنجاب سندابا. خبب الريال ينام. روح ابوي ربي تقاصره رب العالمين. اقولك يسوقهم سوق لي. قام غير من حال الى حال. والله مطارات الهند الاول ينها غير نمونه. والحين ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء فناء وكل شيء يلق ونظيف. نظفت الدنيا. العالم كلها تطورت والعالم كلها سارت ابوي باتجاه النظام والترتيب والعناية والطهارة والنظافة. شوف عبد الله
لحقت على مطار بنبيد الاولي 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 صدق والله انا ابوه اقول لك عمري 7 سافر اي والله اي انا جاي اول مره مع عبد الله سنه 77 77 انا جيت حيب الستينات ستينات ابوي انا بعدني ما افضح والله قسم بالله والله العظيم ستينات الله اكبر انا ضارب ما بقى نفس سالفه الوزره شي خص الوزره والسفر شو يعني انا في سنه 67 جاي هني بنبي انت 67 انا طايح من بطن امي سنه 63 لا لا قول 65 والله العظيم الله قسم بالله 65 قول احسن لا 63 سنه 63 انا يدتك يعني يدتك شو بقولكم خليني ساكت خليني ساكت والله انت غير نمونة شو تسوين الحين انت يعله ان شاء الله ما يشبك والله لو انا طالب ان لا تاكل لي كبدي شوف والله عليكم ما با شوف شوف السقم شوف الصواط هاي منو ياكل الحين وعز الحين كم باجي التدرين نحب تفوتنا نحط طياره وخطفت وصفت ويا الوادم هاي لاك الا تبى تلجن دله تقهوه ولقمت الدله وطلبت منها الصواط هالسقم وهذا الحين هالقهوه بلعك منو بيشربها؟ منو بيتقهوه من هاي؟ لا فقنا ويك انت خافي من الله تلعبي بنعمه الله يا ربي يا هي حياة يا حياة النقيصة يا والله لو تشوفون هش محمل وياها في الشناط يميع الطحين وعيش وكفارة ما أدري منو حال فناك يمين انطرش وياها 20 كيلو عيش دفعتنا جيمة العيش جيمته بأربع وديات تحرى الطيات تحرى الشناط هم الزرة بكنكري الله أكبر ما تخل ها منو ياكل بالله بتاكلين بالله عليك هذا ما با أنا كنت أبغى سمبوسك يروحها هاكو زي حطوا عليه من هالسقب أنت ليش تعيب على النعمة حرام ترى ما حد مأخرنها إلا هي ما حد مأخرنا إلا هي أنا شوفوا أم عبد الله العرب كلها ركبوا الطيارة إلا نحن باجين عند منهل هي هي طارت الطيور برزاق هي أم عبد الله بطير عن الطيارة من الطيران داخلي ما بطحنا حين ليه تشكلتيها الصواط اللي طلبتيه انت ما دلنا روح شرق ما ادري وين قطعنا منهل وينو منهل شوفين انت منهل بكبر انا ما ادري وين منهل يا ربي والله ما ادري شال شيء هو اكيد شال شلها خطفي خطفي انت خطفي عبد الله يا من اشترى له من حلال لا ما ادري ها كيف تصير وتي زنجبار وكردستان ما ادري وين لاهور ما تخلي بقعه اقول لك وينه نزل تحت والله لو تشوفون كم جايب من الذهب لا تزيقون يعني 100 ودي ويودوها الشرطه يتحرونها ابوي مهربه مهربه ذهب بحياتي ما شفت حد يسافر من دار لين دير شال لي 100 ذهب قالوا لها سونا 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 قالت هي ذهبيه أسيرة تلبس أنا ما داني يتم هالنمونة عربو ما أدري بوين هالفقير هالمؤمن هو حمالي هو مدير أعمال هو يجاوب على على كاد هالفقير كد هناك شفتوه هناك شوق الله لها يميع الشناط شو الدورين بعد عفريت متحنت كنت شبت أظني وهي رخيبة شبت شب الله دمع عدوانك أنا أقول لك أنك أنت يعني إنسان بس لازم يخاف منك من لغابتك وانت شو تبي تشلل الدنيا هالسقم كله سقمك عفريت سمعتوها كم تدعي علي ها شوفوا يا ربي شو هالمكروبات شو هالحالة والله بوليس تعال شلوها هاي ماشي زبالة يا ربي يا سقم خيس ابوي ما نعرف نحن هاي ما يخصنا ابوي ما يخصنا فيك لا نعرف لا باب ولا بسبعه بري انا منك مثل ما تبرى الليل من النهار
حشيبه فضيحه يا ربي، خيستي كراسي العرب وخيستي مكانهم هالكثر في. شوف انت كم اسميك ماذا؟ انطحنت على القهوه لما انشبت شب الله راسك. سمعتوا الحين كم دعوه داعي عليهم الصبح؟ هالكثر صوع انت عاده فيك؟ راسي يعورني. راسك والله ما براس حياه قردونه. يا ربي كم يا ربي تدي يدي تقوطر يا ام عبد الله خيسه يا ربي. والله دوات من يبلغ عليه الشرطه والله العظيم لو انا منهم. والله بخبر هذاك اللي قدري عليه. ايش ما يندرى وين صارت؟ صارت تدور كلينكس هناك، صارت تدور كلينكس. يا اخي والله العظيم ها شوف شوف ها كل مخلفات تلوموني انا فيها. ها يا ربي يا ليت تقهوت بعد ما تقهوت منها مزرتها ما تحرونها والله يا بوت فضيحة. انت لو كلاس لو كلاس، انت وايد لو كلاس والله يا ام عبد الله فضحتينا. خليني اقول على عيونك هالسم اللي ها والله مسخر النهلها انا والله وليس ولا حرك لي ساكن ها والله انا انا الله اكبر هاي منفعتي كلها ولا انفع انا يا بردك هذه سدت بوقك حرونها سارت وياي ما سارت هي ومنهل اخروهم هناك اخروهم انا روحي اللي ركبت الباص باجي ما ركبوهم والسبه السبه انها القهوة خلوها ابويا تشب القهوة وتغسل دلتها عقب ابوي تركب في الباص الحين اخروهم طول الفترة الحين كلهم متأخرين أخروها هي ويا منهل منهل يا سحيل ينظف وياها الدلة وينظفون الشنطة وأخروهم وأنا ركبوني كان ما أطير الطيارة وهم يتمون وأنا أطير أسير هالبنجاب وأسير روحي بنجاب أنا أسير روحي بين مجلس ثلاثة أيام روحي لو شغل ولو عارفة شغلي لكن مجلس روحي كاني ساحر. الحمد لله على السلامة يا ام عبد الله. مصايب انت. خلاف بنت خبرهم. ايه عقب انا خبرت بكل شيء. حلفي. والله. تروم حسبي الله عليك ايش جوازاتنا وايش البورد يقول ثلاثة انا ومنال. وهو بالمصايب شنطته ما ادري ايش حاط فيها، ايش حاط فيها؟ انا. ايه. هذا اللي ما يعرفوا اني انا عاجل لما قلت عاجل ايه. انا شرطي ولا في شيء. المهم الحمد لله على السلامة. وصلنا ابوي مدرسة. ايه بنجاب. ولاية البنجاب. زلت الله يدور يا بنجاب. بنت برا في شنات. جد قيل للبلاد انا. ايه البنجاب. هذا ما قف السيك وراك. اقليم البنجاب ما سمعتي به. لا ما شو مو اقليم البنجاب هذا. هذا في كم. هذا ضربة ان شاء الله لا تجذبين على العرب ولا يقتلونا. قم قلت كل حد بسين وياه؟ ايه قم خي قم سردار وراك. شو تبينه زين؟ السلام عليكم. يا هاو ار يو براذر؟ يو نو ذيس از مريم مريم الياسي. ايه ثانك يو سردار. يو نوت كم دبي بيفور؟ يا اي هاف بين تو دبي. يا يا وان تايم وان تايم الحمد لله. وانت ما تخيلي ترى مسير كل الرجايين. Say first time I'm coming here. Yeah, first time. Yeah. You will love to come again. What have best here? What best? Yes. Golden Temple. Temple. If you go to the Golden Temple. No have shop for the clothes. No clothes, no problem. Have? No religion, no clothes, no nothing. No, yeah. Fine. Only temple. قلت لها حمالي ولقطت لها لاقطت لها حد يشيل شنطها ولاقطت لها الدنيا كلها. انا شي خصني روح ستي كاسر دلك شب الله دم عدوان الله اخبرك بخلاف احنا من اركب من اركب وياها السياره بخبرك شو استوى استوى امر استوى هي استوى امر استوى امر والله كل من يعرفوني يعرفوني لا من عينك انت شاتل اللوادم غرب الله تج خليني امس ترى ما بصاحي ايه
ترى ظني ما كانت دواها اليوم. الحين بخبركم شو القصة اللي استوت علينا في المطعم. ها مع عبد الله. الحين أنا ودرت مع عبد الله يوم شو؟ يوم انشبت دلته وتحريت أنا يوم قدامهم أنا جدمت. تحريت تمأخروهم عسب الدلة وقراطيس الخريطة اللي تقاطر. زين؟ ترى الله يسلمكم أنا بخبرك شو السالفة. السالفة الجوازات عندي انا عندي انا على اساس ان نحن مع بعض هم اخروهم انا قدامهم اشوفهم قالوا لهم ردوا وانا تعديت هذا ركبت الباص لا جبتنا واستهبلت وروحت ما استهبلت عفيش وتحريت دخلوهم باللاين هذا يعني مسخين اسب القهوه حريت وانا اسب القهوه ترى ابوي ردوهم قالوا لهم وش ناتكم ما ادري شو بلاهم ترى الشنطة أبوي أضع فيها باور بنك ما أدري شو حاطة في الشنطة مو بنا أنا ركبت الطيارة رمس العرب تدري زين أنا ركبت الطيارة ركبت الطيارة الحين هاي خلصوا موضوع الباور زين بيخلصوا موضوع خلصوا موضوع الباور بنك أظهروا الباور بنك من شنطته وعقبوا الحين يبون يركبون هالطيارة هي ومنها لا عندهم الجوازات ولا البوردنج عندي ولا داخل الطياره ويا شاب شلوا هذا الدري من الطياره ويرتبونهم بهذا مال اللي يرفع هالمكسح اللي الواد اللي هذا يعني مال الشنط حملوه في مال الشنط ركبوهم الطياره هو متفيزر وميلت ولا يبغى منه والله ما دريت علم الغيب انا والله قسم بالله ما كنت ادري شال جوازاتنا ما دريت ترى خلاص البوردنج خلاص ما يحتاج ما دريت شنطتكم ما دريت شال جوازات البوردنج ما دريت الا الجوازات عندي المملكه طبت لا ايش عليك ابويا سمعت اخروا الطياره ما يقارب اظني حوالي نص ساعه والسبه هي والسبه عينك لا قهوه شربنا شبت الدردعت دردعنا والله ما شربت فنيال منها وعقب ابوي طلعت لما صايب الشنطه عقب جوازات ما عندكم عقب بعد ما البوردنج والحمد لله عندنا هويه بس انا عادي اودرك واروح اسير بمبي كان ما عندي جواز هذا عاد الحين هذا الدنيا عاد بسم الله عليك يا ام عبد الله وين انا وين اصبر عن شتم انا في عند البنجاب بيات في وين بين لا والله والله لو عندي جواز يدنا خليك تحير على روحك قبلان نسيه واحد مدحوم سلامة سلامة يا ام عبد الله الحمد لله على السلامة يوم سلامة فيزر قلب من العادي ترقى راقد والله يا ام عبد الله في خاطري زخوهم على سبب الخير شنطتك تقطر قهوه ما يخص المطار خيس المطار خاص خيست المطار زخوها البوليس والله من بنت الطحين في خاطري زخوها البوليس ولا جربنا فنيال والله اميره العرب كلهم ابو ساره تمينا الا نحن ها تمت تبيه تمينا انا وانت شنطة من هلبس يا ابو لا والله ها لا شنطتي ولا شنطك مرب الله تشنتي الساحرة بس شنطتك انت يا ابو ما عندي مشاكل الشنطة اللي مزرات عيش وطحينيا واللي فيها ثيابنا ودنيانا مايا كل منك عينك هاي عينك الله اكبر عليك الله اكبر عليك خلتنا والله كل من كنتي والله اللي وادم كلها ظهرات ونحن تامي شناطي شنطتي أنا شنطة منها تمت في دلهي وشنطة أم عبد الله شناطها يا أبوها ولا بلوني كتبوا يا شنطتي سير واجب الطيارة يا طالك عمارك المهم والأهم أن ظهرنا من المطار الحين والورد هذا خوز التعب والجماعة يوم تلقفوا لنا وحطوا سمالنا متقفيننا في هالسيارة الفنانة وهذا مع عبد الله والمتفيزر في السيارة هي وترمس وياهم كأنها تعرف وياهم من 100 سنة هرب الله تعدم وشنتي تفضلي مع عبد الله تفضلي لو حمر بعد طغم عليك شارك عبد الله
شو اسمه فندقنا هذا؟ ريدسون، ريدسون بلو اسمه، ريدسون بلو اسم الفندق. مرة باب بعيد من المطار، 5 دقائق أقل بعد 5 دقائق، 5 كيلو ما 3 كيلو. زين أنا في دور وهم في دور، أم عبد الله ومنهل ما أدري في أي دور، وأنا أروح بعد في دور. الألوان اللي تجنن. هذا الرقم الحجر اللي يعطوني إياه أنا، دخلت حطيت وردتي، صار صالونة بالميني بار مالها، لكن الحين مش ترى الليل ما يبين ولا شيء، ظلام خاري كله ظلام، ما يبين ولا عارف وين الله حاطني. هي زين خيبة المسبح مكبرة، هاي غرفة النوم وهذه الميلس بلاد غرفة النوم. فندق فخم ريدسون بلو، جميل وفنان، لكن المنظر الخارجي ما أعرف شو. وإن شاء الله باشر توصل شنطتي ورتب كشيرية ونشوف الليلنا واللي علينا، ونقولكم تصبحون على خير.